عند وصول جميع المرضى قبل دخولهم إلى قسم الإسعاف عند مدخل المشفى يتم فرز المرضى اللي حرارته مرتفعة، حالة سعال، صداع شديد، ألم مفصلي، يعني كذا أعراض، يتحول المريض إلى الكرفانة. الكرفانة معزول نهائيا عن المدخل الإسعاف إلى مدخل خاص. يتحول المريض إلى الكرفانة، ثم نستدعي الفريق الطوارئ يقوم بأخذ العلامات الحيوية للمريض، ويأتي الطبيب إلى الكرفانة يقيم المريض. إذا كان بحاجة إلى التحاليل أو المسحة يأخذ منه المسحة، يتحول المسحة من هون إلى القمش، يأتي النتيجة خلال 24 ساعة. إذا كانت الحالة إيجابية هناك مشفى، هناك قسم عازل يمكن وضع المريض ومتابعة علاجه.